عليكم، عندنا تطبيق راح نسجلوا فيه مع بعض بنفس الطريقة. تضغط الرابط وتحمل التطبيق، لما تحمل التطبيق يفتح معك التطبيق بثلاث طريقة. راح تنزل توافق على الشروط هذو، إذن أنا راني مسجل، أنت راح تسجل أول مرة. تضغط هنا، تحط الإيميل، باسورد، ريفيرال كود. وتعمل ريجستري. كما نشوفه حطيت المعلومات، تضغط على تروح تجيب كود تحطه لهنا وتضغط لا يسجل. كيما نشوفه راح يفتح معك التطبيق بهذه الطريقة. الآن راح نشوفه طريقة بداية التعدين، تضغط هنا. شوفوا هنا يبدأ معنا يصور لما نضغط. كما شفنا طريقة العمل بنفس عملة كور، يعني وجهك إلى اليمين وجهك إلى اليسار، افتح فمك ثم تعطيها لوكي، تنتظر 10 دقائق ثم تبدأ. كما هنا قلت لك راك بديت التعدين، كل يوم تدي 10 عملات. مشروع جديد بدأ في أوائل نوفمبر، كما نشوفو هنا من بعد الـNFT تاعك اللي عدنت بيها تلقاها هنا. تحب تخرجها، تحب تخرج الـNFT تعمل لها ترانسفير وتديها الـNFT تاعك اللي خدمتها. لا نعلم الآن، انا راح نحط لكم الفيديو، اللي يحب يسجل يسجل، اللي يحب ينتظر الى حين نشوفه ما دام مصداقية التطبيق. بالنسبة لكلمة السر باش تسجل في التطبيق، كلمة السر لازم تكون احرف كبيرة احرف صغيرة، يعني حرف كبير رقم، حرف صغير رقم، حرف كبير رقم، حرف صغير رقم، وتخلط الحروف. ولا تروح تسجل بجوجل، يخرج لك من تحت لو حبيت تسجل بجوجل تسجل بجوجل. التطبيق هذا راهم يشكروا فيه، احنا طلعناه مع مرور الوقت نشوفه مدى مصداقية التطبيق. في الاخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.